شوف عم بتعرف كيف هيك رنانتي، حبيت انا ركبنا الفيشه هذه كما قلت انت للموتير الاخر باش تكلمك. شوف عم بتعرف كيف هيك رنانتي، حبيت انا ركبنا الفيشه هذه كما قلت انت للموتير الاخر باش تكلمك. الموتير هذا ركبته جديد. شوف عم بتعرف كيف هيك رنانتي، حبيت انا ركبنا الفيشه هذه كما قلت انت للموتير الاخر باش تكلمك. الموتير هذا ركبته جديد. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. عندنا اخونا يسال ان عنده ترومبا بوش كما هذه في هما ترومبا بوش كلهم كي بعضهم، هذه في الامبوان اف رينو وهو عنده في الامبوان اف ولا امبوان 8 البيجو عاديين كيف كيف. هو يسال يقول عندي بعد ما ركب الموتور الموتور يدور بكثره يعني يدور بزيد يعني عنده مشكله في الفرانتي يعني دوران الموتور اكثر من اللازم. العمليه ما هو يسخال كيف كيف، فما خيط باش يحطه من هنا ولا حاجه؟ لا ما فيهمش خيط هذوما، ما فيهم حتى شيء هذوما، هذوما المضخات هذوما ما عندك حتى خيط تحطه. عندك هذه هي تنقص الرونتي هذه من هنا لازم تكون داخله على الاخر، وعندك هذه اللي هي مفتاح 10 وترنيبي ولا مفتاح 8، وعندك هذه هذوما ثلاث اماكن اللي هو نجم يخدم يستعمل منهم الـ اولا يكون هذا عنده مربوط يكون مربوط على الاخر عنده وما عندوش ترمستات في السياره. هذا لان الستارتر يسمى اوتوماتيك، يكون ما عندوش ترمستات في السياره باش تقعد هي هيك مشبوده وتقعد ديما تعيط، الرونتي ما يهبطش يعني دوران المحرك ما ينزلش. يا اما عنده تكون هذه مكبوسه لان ما عندوش ترمستات يرخفها وينزلها لهنا، يا اما يكون عنده هذه يعني زايده شويه يولي يرخفها بمفتاح 10 من هنا، يرخفها هنا مفتاح 10 هذه هكا يرخفها مفتاح 10 من هنا هكا يخفها من 10 وينقص من هنا بالترنيبيس يعني بالترنيبيس من هنا. هذه حاله من الحالات. عندنا هذه وعندنا هذه وعندنا هذه، هذوما الثلاثه اللي هم يتحكموا في الرونتي نتاع المحرك يعني في المينيموم نتاع المحرك يعني ما يخليش يدور بكثره، لان البوش ما فيهاش خيط يعني بيزيدها خيط كما زاد للروتو ديزل السيابي. لا مش كيف كيف البوش، لا البوش عندك اماكن تنجم تنقص منهم رونتي اللي هي هذه، وهذا الستارتر اوتوماتيك ساعات يبدا مجبود هيك على الاخر، ساعات يبدا مجبود على الاخر هذاك زاد كيف كيف يقعد اذا كان ما عندوش ترمستا باش يسخن المحرك من هنا. ترمستا هذه نتاع الريجاتر نتاع الستارتر اوتوماتيك، كان ما عندوش ترمستا باش يسخن الموتور باش يرجع هذا، باش يرجع هذا التالي. تقعد هي مربوطه، تقعد هي مجبوده هيك، تقعد مجبوده، يعني هذه يقعد دور اكثر من اللازم، يولي يرخفها من هنا وينزلها لين يحل مشكله الترمستا اذا كان ما عندوش ترمستا. ومن بعد يجي لهذه، هذه ساعات تبدا شفتوها هنا خاطر كذا تبدا هنا تنزل وما توصلش للاخر، تا ما تخليهاش هذه توصل للاخر لان هذه ما ترجعش مثلا. هذا من الاماكن اللي ممكن يتصرف فيهم، هذا ما سهلين ما فيهمش حاجه، الاماكن هذوما سهلين. عندها هذه اللي هي هذه وهذه وهذه، هذوما الاماكن اللي ممكن يعني يتصرف فيهم ونجم ينقص في دوران المحرك كما يحب هو. ان شاء الله تنفعكم حاجه كيما هيك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.